اوكي يا شباب، الليكتشر اللي فاتت احنا اتكلمنا فيها عن various measures of central tendency measures، وطبعا طلعنا الميد رينج، طلعنا المين، طلعنا المود، طلعنا مين الميديان. في ادفانتج كبير جدا انك تبقى عارف الميجرز اللي هم الميد رينج والميديان والمود. منلي المود والمين ممكن يدوا لك شيء ظريف جدا للديستريبيوشن بتاعك، بيوضحوا لك اذا كان الديستريبيوشن ده evenly distributed او symmetrical distribution زي انت شايف قدامك ده. ده معناه ان انت عندك زيرو سكيونس، ما عندكش سكيونس. يعني ايه سكيونس؟ يعني المنحنى بتاعك symmetric distribution. يعني خلي بالك المين بيساوي المود بيساوي الميديان. الحالة دي من أروع ما يمكن، لأن ده معناه إن الغالبية العظمى من الأوبزرفيشنز بتاعتك موجودة نير تو ذا مين، قريبة من المين، وبالتالي تبقى ريبريزنتيف جدا. كمان الديستريبيوشنز اللي بالشكل ده بتوضح إنها تتبع النورمال ديستريبيوشن. غالبية الأوبزرفيشنز موجودة في الوسط، just a little bit of them is greater أو يعني كبار قوي، وشوية منهم صغيرين جدا بالنسبة للديستريبيوشن بتاعك. لو طلع المود أكبر من المين، يعني لو حسبت المود وحسبت المين، طلع المود أكبر من المين. بص المين دايما الخط اللي في الوسط، المود البيك، هنا البيك هو ده الاكس اكسس، البيك أكبر من مين؟ من المين. الشكل اللي قدامي ده اسمه نيجاتيفلي سكيود ديستريبيوشن. ولو حصل العكس، ان لو حصل ان المود اكبر من المين، يبقى انت عندك بوزيتيفلي سكيود ديستريبيوشن. لو انا بتكلم على متوسط الدخل مثلا، يبقى ده معناه ان الشريحه الاكبر من المجتمع بتاعك ان ذا ميدل كلاس، موجوده فين؟ في الميدل كلاس. في نسبه غنيه بس توزيعهم او عددهم مش كبير، موجودين لفوق، وهي الاوبزرفيشنز بتزيد. وفي نسبه فقيره قوي بس موجوده فين؟ تحت، وده الميديان كلاس او الميديان اوبزرفيشنز او الغالبيه العظمى موجوده في الميديان، في المين يعني. طيب او الطبقه المتوسطه، لو انا بصيت للنيجاتيفلي سكيود ديستريبيوشن الشكل اللي حضرتك شايفه ده، ده معناه ان المجتمع بتاعك اوفر بيت، الغالبيه العظمى موجوده في الليفل الاعلى. يعني لو بتكلم على الدول، ده مثلا تو ريبريزنت سعودي ارابيا، في عندك الماجوريتي من الناس موجوده في كلاستر موجود فين؟ في الوسط. الكل دخله محترم من فئه معينه، سي ان هو من 20,000 to 50,000. most of the Saudis between this range. في a little bit down payment يعني او لو باي، بياخدوا 2000 3000 4000 شيء من هذا القبيل، وفي نسبة دخلها مفتوح بعد المليارات والملايين، بس دول عندهم قليل. لكن الغالبية العظمى موجود فين؟ in the middle. لو بصيت على الشكل اللي هناك ده، وانا بتكلم على ستاندرد اوف ليفنج زي مثلا الامارات او زي الكويت او زي قطر مثلا، هتلاحظ ان الغالبيه العظمى موجوده فين؟ above the median. فالستاندرد اوف ليفنج بتاعك عالي جدا، وطبعا الشكل الظريف اللطيف ده معبر عن نفسه واضح. الغالبيه العظمى فين وشويه كويسين موجودين فين. الرسومات اللي حضرتك شايفها دي ممكن تبقى ريفلكشن عن انفكشن، وفي الحاله دي هتبقى العمليه اظرافهم مين؟ اللي تحت اللي حضرتك شايفه. لو انا بتعامل على معدل اصابه بمرض الماء او انتشار فيروس الماء، ده معناه ان انت نسبة كبيرة جدا موجودة في الميدل، والكيورنس بتاعه زي ما حضرتك شايف. هنا نسبة الإصابة بتاعتك قليلة جدا، لأن الغالبية العظمى موجود تحت. هنا نسبة الإصابة كارثية بالنسبة للشكل اللي فوق. فيبقى إذا بيوضح لك إذا كنت نيجاتيف سكيود، بوزيتيف سكيود، أو سيمتريكال ديستريبيوشن. طبعا من أروع الديستريبيوشنز السيمتريك. لأن ده معناه لو أنا بتكلم على درجات اختبار مثلا، ده معناه ان الاختبار ده محدود كويس جدا. الغالبيه العظمى من الناس اللي موجوده دي موجوده فين؟ ان ذا ميدل كلاس. نسبه قليله جدا هم اللي جايبين قرب الفول مارك. نسبه قليله جدا اللي هم موجودين فين؟ تحت. لكن الغالبيه العظمى موجوده فين؟ ان ذا ميدل.
لو جيت تبص على اللي هناك ده هيوضح لك ان الغالبيه من الطلبه جايبين درجات اعلى من المتوسط. اللي تحت بامتحان زي الطين والطقم كله تقريبا نازل يعني. معايا يا شباب؟ يبقى اذا لما بجيب المود واجيب المين واجيب الميديان بيديني خلفيه عن مين؟ عن الديستريبيوشن بتاعي واقدر احدد مين السكيلز. ده ادفانتج كبير قوي للميجرز وسنترال. المسألة اللي موجودة قدامك دي عندك الكلاسز وعندك الفريكونسيز. أول ما بتوصل لو أنا عايز أجيب الميد رينج، حد يقول لي الميد رينج أجيبه إزاي؟ راجل قاعد ورا راجل. ها؟ أه يعني كام؟ ها؟ فين أكبر رقم وصل الرقم اللي هيتسموا على الاثنين دول؟ إيه؟ إيه؟ على صورتك. أكبر رقم 70. أكبر رقم 70؟ أه اللي هو الأبر باوند بتاع الوسط كلاس زائد أقل رقم الارباح على بعض ب 100 ديفايدد تو يبقى 50 صح كده؟ طيب لو عايز احسب المين احسبه ازاي؟ اريثماتيك مين اعمل ايه؟ اريثماتيك مين يبقى لازم اجيب القانون اللي هو اكس اي تايمز اف اي واقسمه على مين؟ على الان. يبقى لازم احسب كلاس ماركس. ازاي هقدر احسب كلاس ماركس؟ يبقى انا على طول اول خطوه كتبت الكلاسز اهو وجنبهم الفريكونسيز زي ما حضراتكم شايفين. جمعت الفريكوينسيز دي كلها طلع المجموع بكام الفريكوينسيز؟ 120. على طول الحركه اللي بعديها لازم اجيب كلاس مارك. ازاي اوجد الكلاس ماركس؟ اروح جاي شايف الانترفال، الانترفال دي بكام؟ ب 5 صح؟ 5 ديفايد 2 دي 2.5 يعني 2 ونص. اروح ماسك 2 ونص جامعها على اللور ليمت يبقى 32 ونص، 37 ونص، 42 ونص، 45 ونص، 52 ونص. تعال بص صح كده؟ يبقى داخل 57 ونص 62 ونص 67.5. يبقى انا على طول جبت له او زي ما احنا متعودين اقول 55 بلس 60 ديفايد 2 اللي هي نفس النمبرز اللي هي بلس ماركس. الستيب اللي بعده او الجيت اكس اي تايمز اف اي يبقى اضرب الكلاس ماركس في الفريكونسيز. يعني ده معناه 3 تايم 32.5 97.5 اللي بعديه 7 تايم 37.5 يجيب 262.5. ان سيميلر مان 11 تايمز 42.5 اللي هو بيدي لك 467.5 اند سو. يبقى انا جبت الارقام دي كلها. الستيب اللي بعديها هعمل ايه؟ هجمع النمبرز دي كلها على بعضها، همسك الارقام دي كلها اجمعها يطلع 6185. اروح اقسمهم على كام؟ على 120. على 120 يبقى انا جمعتهم وصلتهم على كام؟ على 120. انا كده جبت مين؟ جبت الارثماتيك مين في المتوسط الحسابي. حد يقدر يقول لي اجيب الميديان ازاي؟ دانيال لازم يجيب مين الاول عشان يجيب الميديان؟ اعمل كوميوليتيف اللي هو فريكوينسي اهو. كنت بتعمل كوميوليتيف فريكوينسي ازاي؟ ها؟ 3 بلس 7 10 بلس 11 ب 21 بلس 22 43 بلس 40 ب 83 بلس 24 107 بلس 9 116 بلس 4 يبقى 120 صح؟ بعدين اروح جاي على طول واخد السم اوف اول فريكونسيز اللي هو 22. هو السامبل سايز بكام؟ ها؟ سامبل سايز بكام؟ في حاجه اسمها سامبل سايز. مين هو سامبل سايز؟ ها؟ ايه؟ مش معانا؟ اه السامبل سايز هو الصم بتاع الفريكونسيز دي كلها اللي هو 120. يبقى خلي بالك انا في الامتحان لو جيت اقول لك هو السامبل سايز بكام وديك المساله دي وهزت لي دماغك كده انا ما حركتش فيها حاجه خالص. لان السامبل سايز هو مجموع التكرار. يبقى اذا انا اروح واخد 120 divided by 2 اللي هو يطلع بكام؟ 6. اروح داخل في الكوميونتي فريكوينسي ادخل هنا ادور على اول رقم اكبر من 60. مين اول رقم اكبر من 60؟ 83. ال 83 دي اللي هي مين؟ اعرف منين ال 83 او ايه اللي يفيدني؟ يفيدني ان دي اللي هي الميديان كلاس. ميديان كلاس يعني ايه ميديان كلاس؟ يعني الميديان واقع بين مين ومين؟ 50 55 55. اروح جاي بقى اهو بص يمينك
او between 50 و 55 اروح قايل 60 ماينس اللي قبله معايا مستلم. يبقى انا عندي 60 ماينس النمبر اللي قبليه اللي هو 40 كام؟ الكلام ده اللي بايد البار هو ده المينيوم كلاس. مين الرقم الفريكوينسي بتاع المينيوم كلاس؟ اللي هو 40. يبقى الرقم ده انا اروح اعمل له ديفيجن على مين؟ على 40. بعدين اروح قايل تايم الانترفال ويدث. هو الانترفال ويدث بتاعي كام؟ 5. بعدين ما تنساش مع عليه اللور ليميت اللي هو بيساوي كام؟ يبقى الميديان. يبقى انا جبت ان اوفر 2 شلت منه الكوميونتي فريكونسي او رحت قايل 60 ماينس 43 الفاليو اللي طلعت رحت اقسمها على 40 جبت ريشيو ضربتها في الانترفال ويدث زائد اللور ليميت اللي هو 50 طلعت الرقم. عايز اجيب المود. حد يقول لي اجيب المود ازاي؟ مود اجيبه ازاي؟ قولي اللي هو كام يعني؟ هتزيد هنا فين اكتر تكرار؟ 40 صح؟ اروح قايل 40 ماينس 22 اللي هو كام بقى؟ 18 ديفايدد باي 18 بلس 40 ماينس 24 اللي هو يديك كام؟ 16 تايمز. هو قدام ال 40 الانترفال ويدث بكام؟ بعدين هروح جمع عليها مين؟ اللي هو 50 ده كده اللي هو اسمه مين؟ الموت. يبقى انا على طول خد بالك شفت اعلى تكرار جبت اللي قبله نقص اللي قبله بعدين اعلى تكرار نقص اللي قبله اعلى تكرار زي اللي بعده بعدين رحت ضربه في الانترفال ويدث زي اللور ليت كده خلاص. دكتور هو ال 6100 6000 مش معناه ال فاي اكس على اللي قبله؟ اه يعني 6 1 8 5 وهو عددهم بكام؟ مش عارف 8 ليه 8 فين 8 دي؟ عدد الكلاس لا النمبر اوف اوبزرفيشنز. مش انت القانون بيقول سيجما اوف اكس اي اف اي اوفر ان هو ده الاكس بار. مين الترم دي؟ اللي هي السامبل سايز اللي هي بتساوي السام بتاع كل فريكوينسي معايا بقى واضحة؟ تمام. انزل اهو انا حطيت الجدول هذا الجدول بتاعي ده الاسماتيك مين. انا جبت 6185 اوفر 120 يبقى طالب 51.54. طيب لو انا عايز اجيب الميديان عملت القانون زي ما قلت لك 60 ماينس 43 ديفايد باي القيمه اهي 40 تايمز 5 بلس 50. لو انا عايز اجيب المود شفت اكتر حاجه بتتكرر 40 ماينس 22 وعملت نفس الكلام ضرب الفاليو بتاعتي. عدد الارقام بتوعك هم ورا بعض، مين الاكبر؟ المود الاكبر ولا المين الاكبر؟ المود طلع ب 52، المين ب 51، يبقى ده معناه ان الشكل بتاعك نيجاتيف سكيوز. اهو لو انا جيت ابص اهو انا الشكل بتاعي هيبقى نيجاتيف سكيوز بالشكل ده. واضحه؟ اوكي. انزل سمرايزنج كوانتيتيف داتا. طبعا هنا كاتب لك بقى ريمبر ان البيد رينج بالنسبه للجروب داتا كان بيساوي ايه؟ اقل رقم اكبر رقم على مين؟ لو انا بتكلم على الجروب داتا اهو كنت هجيب اللور ليميت بتاع الفيرست انترفال زائد الابر ليميت بتاع الوسط انترفال واقسمها على اثنين. لو انا بحسب الاريثماتيك مين بالنسبه للديسكريت داتا كنت بجمع كل الارقام واقسم على عددهم. لو انا بحسب الاريثماتيك مين بالنسبه للجروب داتا لازم اجيب اف اي في اكس اي اوفر ام. خلي بالك ان الان بيساوي سيجما اف اي مجموع تكرار. لو انا بحسب الميديان لو ديسكريت لو العدد فردي بجمع عليه واحد واقسم على اثنين وده الرانك. طب لو هما زوجي اقسم ان على اثنين واروح عنده واخد اللي بعده واقسم على اثنين. اهم ده القانون بتاعهم. طبعا ده القانون بتاع الميديان وقوانين المود اكثر تكرارا او القانون اللي حضرتك شفتني بشتغل عليه من شويه. انزل معايا انا دلوقتي طبعا ادي القوانين بتاعت المود اهي انا كاتبها لك اللي هو largest number of observations وده القانون اللي احنا بنتكلم عليه. انا دلوقتي هبدا اتكلم على مين؟ على measures of variability. يعني المقاييس بتاعت الاختلاف. الموضوع ده غوي في انا كل الميجرز اللي انت شفتها من دلوقتي لغايه دلوقتي كانت هي عباره عن الميجرز اللي بحدد بيها السنتر بتاع الاوبزرفيشنز اللي في الوسط الاوبزرفيشنز التوزيع بتاعها فين الرقم اللي موجود فين؟
في الوسط. ما هو المين؟ انت عرفت ان هو المود قد تعاد تتكرر، افترض ان هو في الوسط. طب الميديان هو الرقم اللي تحتيه 50%، الميد رينج اكبر رقم واقل رقم عشان يبقى في الوسط، صح؟ مهم جدا مع الارقام دي الاكيورسي بتاعتها، دقتها بتزيد كل ما ايه يحصل؟ تفتكر كل ما ايه يحصل؟ كل ما الاختلاف يقل، كل ما الاختلاف يبقى قليل. يعني لو الارقام بتاعتك الاختلاف مش كبير between observations، كل ما كان الاكيورسي بتاع النمبر بتاعك عليه ايه؟ او الميجرز اوف سنترال تندنسي فعليا بتريبريزنت الداتا اللي انت بتشتغل عليها. طيب اول ميجر من الميجرز بتاعت الفاريشن او الديسبرشن، ماشي، التشتت. ديسبرشن يعني التشتت. اول ميجر منهم اسمه رينج. انت فاكر الرينج كان بيساوي ايه؟ اكبر رقم ناقص اقل رقم. الديفرنس بين ذا هايست فريكوينسي اند ذا لوور ذا هايست اوبزرفيشن اند ذا لوست اوبزرفيشن، ده معنى كلمه رينج. المحاضره اللي فاتت كنت بوجد الرينج ازاي؟ اول خطوه لما بعمل فريكوينسي ديستريبيوشن بدور على الابر باوند وبدور على اللور باوند وبطرحهم من بعض. يبقى اذا الرينج ده ميجر اوف ديسبرشن. هنا بيقول لك الرينج از ديفايند ذا ديفرنس بين ذا هايست فاليو اند ذا لوست فاليو. الرينج اوف ungrouped داتا هايست ماينس لوست. طب في حاله الجروبد داتا، الداتا اللي موجوده في فريكوينسي ديستريبيوشن، اجيب الكلاس مارك بتاع الوسط انترفال واجيب الكلاس مارك بتاع الفيرست انترفال واطرحهم من بعض. طيب كل ما الرينج يزيد ده كويس ولا وحش؟ ها الراجل ينادي، لا الورق، كل ما الرينج يزيد يبقى كويس ولا وحش؟ سكريبت ايه؟ يوسف يعني الداتا. كل ما الرينج يزيد؟ يعني ايه يوسف الداتا؟ ما هو يوسف الداتا بالفعل. قصدك يعني ان كل ما الرينج بيزيد ده معناه ان الاختلاف كبير، ده معناه ان الرقم اللي انت بتطلعه ممكن ما يصفش الداتا بجوده عاليه لان الاختلاف كبير جدا. فاكر المثال احنا قلنا فيه 5000 6000 7000 و2 مليون؟ لو كانت الارقام بتاعتي 5 6 7 8 20 15 فرقي، لو جبت اكبر رقم 20 اقل رقم 5، الديفرنس بين دول 15000 ده رينج. لو نفس الكوميونتي تاني وانا بوجد بيه ارقام لقيت 2 مليون و5، الفرق بينهم رقم ضخم جدا. يبقى هنا الفاريشنز ايه وضعها؟ مثلا هنا اكشوال مفيش رقم تو ريبريزنت سكسسفولي الداتا دي، لكن الرقم اللي هناك اللي هو الرينج بتاعهم 15000 هتلاقي الرقم يعبر فعلا عن الارقام، ما يبقاش بعيد قوي عنهم. معايا يا شباب؟ يبقى اذا الميجرز اوف ديسبرشن كلها، كل ما الميجر بتاعك يقل كل ما الاكيورسي ايه اللي بيحصل لها؟ بتبقى احسن، لان الاختلاف ايه وضعه؟ قليل. معايا احنا موجودين في الكوميونتي اللي احنا موجودين فيه، في المكان اللي احنا فيه ده. المكان ده في ناس دخلها 100 جنيه. وفي ناس دخلها 15 مليون جنيه او 20 مليون جنيه. وفي نسبه كبيره متوزعه بين الاثنين بغض النظر عن الاوتلاينز. المكان ده مش سكسسفول انفايرمنت انك تفتح فيه بروجكت. لانك ما انتش ضامن بقيه الديستريبيوشن اقرب للمليون للرقم الكبير ولا اقرب لفين؟ للرقم اللي تحت. امتى البروجكت بتاعك ده يبقى سكسسفول قوي؟ لما كده تروح على الساحل في وسط هاسيندا ولا مش عارف وايت بيتش مش عارف ايه، الرجاله اللي هناك دي كلها معاها زي ما راجل كان طالع كده، كان معاها 100 مليون، ده 150 مليون، ده 120 مليون، وده الفريق بتاعهم 90 مليون. الرجاله دي مش مشكله تشتري استثمار ب 500 مليون. اساسا ثمن السيجار اللي بيشربه معدي 1000. فاهمني؟ الكوميونتي ده ليه ما عندوش مشاكل في النقطه دي؟ لان الديستريبيوشن اللي انت بتتكلم عليه الارقام اللي قريبه فيه قريبه من بعضها. لكن لو جبت الرجاله دي وسيحتهم في وسط الشارع يبقى في مشكله كبيره جدا. لان الفاريابيلتي اللي موجود ايه وضعه؟ ضخم كبير جدا بالاثنين. فاهمني؟ يبقى اذا دي نقطه خطيره جدا. لو انت بصيت على المثال اللي انا كاتبه قدامك ده بيوضح لك المعلومه دي كويس. ويوضح لك الريسك المخاطره. كلنا بنخاف من المخاطره. وانا بقول لكم
انا خايف من خطوه جدا. ليه؟ مش عايز اخسر. انا مش عايز اخسر. انا راجل ما بحبش اخسر. ففي الوضع اللي انا بكلمك فيه ده لازم ادرس ريسك اناليسيس كويس جدا. لو انت بتعمل تندر او داخل على بروجكت او ناوي تفتح حاجه ما ينفعش اخش في مكان الريسك فيه عالي قوي تشكرينا يا جماعه حطينا فلوسنا وجالنا اللي حلتنا اه عيب. ما ينفعش تعمل كده. تعال بص على التو كومبانيز دول انا دايما بحب المثال ده قوي. بص المثال لانه يجي لك الفكره. بص على جروب نمبر ايه وليكن ده سعر صرف عمله ما. انا دايما بسميه سعر ذهب بس يعني اعتبر ان ده سعر صرف. خلي بالك خلال 10 اشهر اللي فاتت. بص على المكان الظريف اللطيف الاولاني 55 بعدين بقت 60 بعدين بقت 65 بعدين 70 75 80 85 100. ده سعر الصرف ولكن العمله دي بالبيزو بالبطاطس بالروبيه حاجه كده مالناش دعوه بيها بالروبيتش عمله جديده يعني زغروت عمله الزغروت. فانت دلوقتي بصيت كده شايف الفاريشنز اللي قدامك. ده ماركت دي بلد قدامها بقى بلد ثانيه خلال 10 سنين ال 10 ايام او 10 اشهر او الفتره اللي فاتت دي انا لقطت التغير في السعر. حصل ان جنرال في تغيرات بتجانيه فده 73 74 75 وصل 82. تعال نجيب الافريج تشينج او الافريج فاليو متوسط السعر. الاسعار انا عملت تلعب. لما اجي اجيب متوسط السعر يعني هجيب اريثماتيك مين. لو جبت الاريثماتيك مين فور ذا فيرست بانش طلع لك 77.5. لو جبت الارثماتيك فين فور ذا سكند باتش طلع لك 77.5 صح؟ شايف الرقمين زي بعض بالظبط مفيش ديفرنس صح؟ طب تعالى كده بص في الفيريشن راجل كان اوف ولا هتلاقي ان الديفيجن او الرينج او الديسبرشن في الفيرست جروب بكام؟ لكن الديفيجن او الديفرنس في السكند جروب موجود بكام؟ رايك كده انا ممكن استثمر في انهي فيه؟ انه الامن ليا خليني في اللي تحت لان الفاريشنز اللي حصلت مالها فاريشنز مش عاليه لكن اللي فوق ده الفاريشنز بتاعته ايه وضعها كبيره جدا. لو انا بعمل تندر لو انا هعمل تندرنج يعني لو داخل في مناقصه او في عطا موجود فيه ان انا هورد اجهزه كمبيوتر او اشياء انا بشتريها من بره بالدولار. لو انت في السوق الاولاني حضرتك احتمال انك تتنفخ عالي جدا لان ممكن يحصل اختلاف كبير جدا في البرايسز انت ما تكونش حاسبه فبالتالي هتركب سريع يعني. لكن اللي تحت التوليرنس اللي موجود ممكن تغطيه بالنسبه اللي انت هتزودها على الاسعار. انا حاطط برضه ان في تغير في الاسعار وانا بعمل التندر بتاعتي. معايا باشمهندسين حضرتك فاهمين اقول لك ايه؟ كان بيقول لك ده خطير جدا فوق متخيل يعني. لو دخلت على مناقصه 7 في هنا حد 7؟ لو دخلت على مناقصه في 7 المفروض بحسب سعر الاسمنت، سعر الرمل، سعر زلط، سعر حديد. انا حاطط ان التغير ده سعر الطن دلوقتي مثلا ما اعرفش بكام، مش متابع يعني. بس فلنفرض ان سعر الطن ب 10,000. المشروع ده هيقعد سنتين. او هحتاج حديد لمده سنه، بعمل اللي تحت وبعد كده ربنا يعمل. طيب ال 10,000 دول ايه احتمال انهم يرتفعوا؟ وهيرتفعوا يوصلوا كام الطن؟ يوصلوا لو في السوق اللي تحت يوصلوا 15. ده الورست كيس سيناريو. يبقى انا هطلب الارباح بتاعتي وليكن 35. يبقى لو من 10 ل 15 انا قابل انه يزيد هاخده من الماكسيم 5 سكوير متر صح؟ لكن لو انت في المرحله الاولانيه ممكن حضرتك تعمل الحساب بتاعتك ان هو دلوقتي ب 10 فانت هتعمل انه هيزيد يوصل 15 تلاقي بالصلاه على النبي الطن ده بقى ب 55,000 حضرتك كده ايه اللي حصل؟ وقعت في الارض. هتضطر انك تدفع من جيبك وتديك ده مش كده بس انت ممكن تخش السجن يعني. مش هتعرف تدفع لان انا مش هقدر انك تكتب معايا عقد مفتوح. اتفضل. حسب ان احنا طلعنا التوتال بتاع الفريكونسيز اللي هنا التوتال الاوبزرفيشنز معدل الاختلاف سيت التوتال بتاعهم على الرينج على العدد الرينج صح؟ لا الرينج لا لا انا بقسم على العدد انا بحسب الاكس بار بجيب سيجما اكس اي يعني بجمع الاعداد بجمع الارقام على العدد فهم اللي فوق لما جمعت الارقام هيطلعوا طلعوا 775 وهم كام رقم؟ 10 ف 775 على 10 ده 77.5 اللي تحت
برغم الاختلاف برضه طلع لك بكام؟ من الوهله الاولانيه لو انا ما بعملش ديسبرشن اناليسيز هيبان لك ان التو ماركتس ايه؟ زي بعض، السوق ده زي السوق، لا انا قدام الديسبرشن عشان كده انا بديك المساله دي. قدام السنترال تندنسي فيجن لازم اجيب قدامه ميجر لمين؟ للرينج للديسبرشن للاختلاف. ودايما اختار الاختلاف الايه؟ الاقل. دايما اختار المكان الاقل اللي فيه الاختلافات بتاعته مالها قليله، كده هبقى انا ضامن اكتر ان القرار بتاعي ماله مظبوط. لكن تيجي تخش في مكان فيه اختلافات كتير هيبقى القرار بتاعك وارد باحتمال كبير ان فيه ريسك. لذلك لما تيجي تسعر في مكان فيه سعر كبير او اختلاف كبير لازم لما تيجي تعمل برايسنج البرايسز بتاعتك لازم تبقى ايه؟ عاليه جدا. عشان ايه اللي يحصل؟ تضمن ان انت مش هت... يعني مش عايز اقول اكسب بس لو خسرت ما تندمجش. فاهم انا بكلمك في ايه؟ طيب الميجر الاولاني اللي انت شفته ده رينج، بس الرينج ده فيه كذا مشكله، حد يقدر يقولها لي؟ لو انت متابعني من المحاضره الاولانيه هيبقوا موجودين في دماغك. الرينج ده عمل ايه؟ هو خد كام رقم؟ طب هو جاب بقيه الارقام؟ لذلك يعني اكيد بالظبط زي الميد رينج، مش انت لما جيت تحسب الميد رينج خدت رقمين على بعض وصلت على الميد؟ مش طلعت كام؟ صح كده؟ الفاليو دي ما تحسبش فيها الا كام فاليو؟ طب وانت قدرت تو جو اوفر المشكله دي لما حسبت مين؟ اريثماتيك مين؟ في هنا افريج ديفيجن اللي هو بيعدي مشكله ان انت حسبت كام فرق؟ فرق واحد بس. افريج ديفيجن مستحيل تنساه، انت لو فهمته مستحيل تنساه. الافريج ديفيجن بيعمل ايه؟ هو يعني ايه ديفيجن؟ فرق. يعني ايه افريج؟ متوسط. يبقى ده متوسط الفروق تنساه ازاي؟ ممكن تغلط فيه ازاي؟ طالما انت سمعت الكلمتين دول. يبقى الافريج ديفيجن بكل بساطه انا هجيب مجموع المتوسط او هجيب متوسط الفروق. بص بقى ازاي القانون بيقول امسك كل اوبزرفيشن كل رقم اخلع منه مين؟ الاكس بار. والديفرنسز دي خدها ابسوليوت يعني من غير اشارات. جمع الديفرنسز اصل الخطا يعني لو انا الصح 100 لو انا 95 يبقى كده في ايرور بنيجاتيف 5 لو انا 105 يبقى في ايرور بوزيتيف 5 صح كده؟ بس اسمه ايرور. الوضع اللي انا بحسبه دلوقتي بشيل الابسوليوت يعني هنا في خمسه خطا وهنا في خمسه خطا سواء كان خمسه خطا لتحت او خمسه خطا فين؟ لفوق. يبقى هنا من هنا جت فكره الابسوليوت. يبقى انا هجيب الديفيجنز يعني ايه؟ يعني امسك الاوبزرفيشن الاولاني اشيل منها الاكسبار، امسك الاوبزرفيشن الثاني اشيل منها الاكسبار، امسك الاوبزرفيشن الثالث اشيل منها الاكسبار وهكذا. اجمع المجموع ده واقسم على مين؟ اكيد انك جبت ارسمتك بس للديفيجنز للاختلافات. طب اللي تحت بص كده هو القانون بتاع الارسمتك مين كان بيقول لك ايه؟ مش سيجما اكس اي في اي على اي؟ ما انا عملت كده تقريبا. انا جبت مجموع الفروق بين القراءات صح؟ والارسمتك مين؟ بس لان هنا في جروب دي داتا فانا بستخدم الكلاس ماركس. بعدين لما بجيب دول اروح ضربه في مين؟ في فريكونسي زي ما عملت هناك بالظبط. والرقم اللي يطلع اقسمه على مين؟ على ام اللي هو السامبل سايز اللي هو مجموع التكرارات. طبعا لما اجي احسب للمساله دي افريج ديفيجن يعني الجروب رقم دي احسبه افريج ديفيجن احسب للجروب دي افريج ديفيجن واقارن الافريج ديفيجنز ببعض. لكن اوعى تحسب لدي رينج وتحسب لدي افريج ديفيجن وتحطهم في بعض ازاي؟ ده ميجر ده ميجر معايا مش مهندسين رقم 3. بص على المساله دي انت عندك كام اوبزرفيشن؟ تعرف تطلع اكس بار؟ الراجل اللي قاعد ساكن ده اكس بار اجيبه ازاي؟ مش معايا اجمعهم واسال على عددهم. بالفعل انا عملت كلام الراجل ده جمعت الارقام دي وقسمت على عدد لما جمعتهم طلعوا اهو 75.6 لما تقسم على 6 يبقى انا جبت الافريج او الارسمنت كنيبه 2.6. عايز احسب الديفيجنز، احسب الديفيجنز ازاي؟ اروح جاي قايل 11.2 ماينس 1.6 بعدين 11.9 ماينس 1.6 بعدين 12 ماينس 1.6 بعدين 12.8 ماينس 1.6 شايف؟ انا بجيب ايه دلوقتي؟ بجيب اكس اي ماينس اكس واي. لاحظ انا لو جمعت الديفرنسز دي كلها لازم الاقيهم بيساووا كام؟
يساوي زيرو. ده من الادفانتجز بتاعت الاريثماتيك مين. صح ولا لا؟ في كل الحالات ان المسائل فيها ديسكريت. زي كل حاجه تبقى بزيرو. ايه؟ تبقى بزيرو الاريثماتيك ديفيشن بيبقى بزيرو. لو جبت الديفرنس بين الاوبزرفيشن والاكس بار لازم مجموعهم يساوي كام؟ يساوي زيرو. ده ادفانتجز. انا متاكد ان انا كده مش صح. يعني بغض النظر بس انت دلوقتي فهمت ودي نقطه مهمه جدا انت ناسي ان دي كانت من المميزات بتاعت الاريثماتيك مين. قول استفدت ايه من الاريثماتيك ديفيجن؟ ايه اللي استفدت منه؟ انا لسه ما جبتش الافرج ديفيجن. ممكن على الاريثماتيك ديفيجن اللي عملت المايسز الاكس بور الاكس واي ماينس الاكس بور. ما هو انا بجيبهم مش عشان بس اتشيك انه الاريثماتيك هو الاريثماتيك مين المفروض يحقق ده. ايه اوكي بقى. لا انا مش عايز استفاد منهم. انا عايز اجيب منهم الافرج ديفيجن. فبعد ما انا جبت الديفرنسز دي عارف ان ده مختلف عن المتوسط، ده مختلف عن المتوسط. بالنسبه لي شلت الاشارات. خدت بالك لما انا قلت لك 95 و100 و105 و100 ما يهمنيش الفرق، المهم طالما في اختلاف يبقى اذا ده معناه ايرور. انا هجمع كل الارقام دي على بعضها. لما جمعتهم طلعوا كام؟ رحت قسمه على عددهم اللي هو 6، كده انا جبت الافرج ديفيجن. الافرج ديفيجن ده من احد مقاييس الاختلاف. يعني انا امسك الجروب رقم A اجيب له افرج ديفيجن، امسك الجروب نمبر B اجيب له افرج ديفيجن، والديفيجن الاقل هو ده اللي انا ايه؟ امشي عليه. حضرتك فهمت؟ متوسط الاختلاف هو كل واحد بيزيد بالثاني؟ هنا بالنسبه للمساله دي 2.5 افرج ديفيجن. لكن في المسألة اللي فاتت يعني أنا مش عارف، أنا حاسس إن أنت مش مركزين معايا أو يمكن أنا مش فاهمك أوي. بص أدي المسألة اللي فاتت أهي. المسألة اللي فاتت دي لو أنا حبيت أحسب الأفرج ديفيجن هعمل إيه؟ أهو أنا جبت الإكس بار أروح جاي على دي 55 minus 77.5 60 minus 77.5 اللي بعده 65 minus 77.5 وهكذا. بعدين أروح بجمع بس أشيل الإشارات خدهم أبسوليوت. جمع الاشارات دي واقسمها على كام؟ 10. نفس الكلام لازم اعمله للجروب بي. معايا؟ القيمه الاقل هي ده اللي هيبقى اللي فيه اختلاف اقل، فهيبقى ريبريزنتيف اكتر، فهيبقى امن ليك لو انت بتعمل ريسك اناليسيس. بالنسبه للاسماك لكن الميجر اللي احنا حسبناه دلوقتي اسمه افريج ديفيجن. اللي انت جايبه قدامك ده اريثماتيك مين. انا دلوقتي عايز اجيب ميجر اوف ديسبرشن. المساله دي محسوبه بالنسبه للرينج. لو انا عايز اجيب ميجر تاني خلاف الرينج اقدر اجيب الافرج ديفيجن. هجيبه ازاي؟ همسك كل رقم من دول اطبق فيه القانون اللي انت لسه شايفاه من شويه. مش القانون اللي فات ده اهو. ده الافرج، ده القانون بتاع الافرج ديفيجن الاولاني ده. يعني اذا انا على طول ادي الارقام زي ما عملت هنا جبت الاكس بار اللي هو هناك كان 77.5. بعدين رحت جايب ايه؟ اكس اي ماينس اكس بار ده اللي انا عملته من شويه. بعدين هاخدهم ابسوليوت. بعدين اروح مجمعهم على بعض يطلع لي 5.4. بعدين اروح اقسمه على كام؟ على 6. ده الفيجن اقوى من الرينج. للأبر انك تقول اديني فيجن او تقول اديني اختلاف. لكن ان جنرال لما باجي اقارن مجتمع بمجتمع اجيب الاريثماتيك مين مثلا هنا والاريثماتيك مين هنا، بس لازم توجد مع الافرج ديفيجن هنا والافرج ديفيجن، او ميجر اوف ديسبرشن هنا وميجر اوف ديسبرشن هنا. الميجر اوف ديسبرشن طالما اقل ده معناه ان الرقم بتاع السنترال تندنسي ميجر مور ريبريزنتيف، اكثر تاثيرا او اكثر تمثيلا للفاريانت، لان مفيش خلاف اكتر. اوكي انزل معايا من اشهر الميجرز اوف ديسبرشن الفاريانس. ده ميجر من الميجرز المشهوره جدا اسمه ايه؟ فاريانس اللي هو بالعربي التباين. لو خدت بالك القانون بيتحسب بقانونين مشهورين قوي، ده اسمه الديفريتد ميثود وده اسمه الدايركت ميثود. الاثنين بيطلعوا نفس الارقام. الاثنين بيطلعوا نفس الارقام. طب اشمعنى اديتك ده؟ لان ده قريب جدا من الافرج ديفيجن. ما اعرفش اتضغط اجيب اكس اي ماينس اكس بار بدل ما كنت بتخدمهم ابسوليوت بتروح ارفعهم لباور كام؟ لباور 2 وتقسمي على كام؟ على ان ماينس 1. انا حسبت الفاريانس. الاس دي
الاس ده رمز الفارينس. يعني في الستاندرد بوكس في اي مكان لو انت شفت اس سكوير اس تو ذا باور اوف 2 دي مقصود بيها مين؟ الفارينس بتاع السامبل بتاع العينه. كمان شويه هنعرف ان في فارينس بتاع مين؟ ريبيوليشن له رمز تاني، بس الرمز بتاع اس سكوير ده ستاندرد بالسامبلز. واضحه؟ طيب هو انا ليه اديتك القانون ده او قلت لك عليه؟ لان القانون ده اسرع في الاستخدام معايا، بس ارخم شويه في الحفظ لانه مختلف عن تركيبه اللي انت خدته قبل كده. فيبقى اذا احنا بالنسبه لنا انت عارف ان القانونين بيطلعوا نفس الايه؟ طيب لو انت واخد بالك الراجل اللي بيبص على صابع رجليه ده ولا بيبص للموبايل خلي بالك ان القانون ده بيقول ايه؟ بيقول لك لو سمحت هات لي مجموع القيم تو ذا باور اوف 2 نفس كل اوبزرفيشن خليها باور 2 باور 2 باور 2 يبقى احمر. بعدين شيل منهم سيجما اكس اي المجموع لما تربعه وبعدين اعمل ديفيجن على ال واسم على ال ماينس 1. انا عارف ان بالك من الوحده الاولانيه انه اصعب، هو الليتر بيت مختلف لكنه سريع جدا في الحساب. ما تنساش ان ده عشان تحسبه انت لازم تحسب الاكس بار الاول وبعدين تجيب الاكس اي ماينس الاكس بار بعدين تربحه بعدين تقسم على ال ماينس 1. برغم ان ده اطول لكنه اسهل لانه قريب جدا من الافرج ديفيجن. مش افرج ديفيجن اكس اي ماينس اكس بار او سيوت، انت جبت اكس اي ماينس اكس بار تو ذا بار اوف 2. الافرج ديفيجن كنت بتقسمي على ان، البالانس بتقسمي على كام؟ ان ماينس 1. طيب حلو جدا. كمان عشان يبقى احنا طبعا بالنسبه للجروب داتا زي ما انت متعود يبقى نفس بالظبط اللي فات، بس هضرب في مين؟ في الفريكوينسي. يبقى نفس القانون ده بس هضرب هنا في الفريكوينسي. كمان في القانون بتاع الاندرويد داتا الاكس اي دي اوبزرفيشن الارقام على فعلا نفسها، لكن في حاله القانون ده الاكس اي دي اللي هي كلاس ماركس شغالين بعوض عن كلاس مارك الاوبزرفيشن. ولذلك لما بستخدم الكلاس مارك لازم اضرب في مين؟ فريكوينسي. اوكي؟ ستاندرد ديفيجن ابص كده ده الفارينس. كمان الميجر اللي وراه اسمه ستاندرد ديفيجن اللي هو الانحراف المعياري. والانحراف المعياري ده قانون خطير قوي لانه هو الفارينس بالظبط بس انت خدته سكوير روت. ما اعرفش حاجه. قانون الفارينس اللي انت حفظته